بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برحب بكم، أنا جمال عصمت، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد ونائب رئيس جامعة القاهرة السابق ومستشار منظمة الصحة العالمية. أنا سعيد أنكم تبقوا موجودين معنا في المؤتمر الموحد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية اللي اختارني رئيس شرف ليه، وده شرف ليا أن أنا أكون رئيس شرف هذا المؤتمر. الحقيقة المؤتمر السنة دي بيتميز بأمور كثيرة جدا، لكن خلينا أقول لكم أن دي تاني سنة نعمل فيها هذا المؤتمر. السنة الماضية كنا عبارة عن 9 جامعات ومراكز بحث علمي، السنة دي وصلنا لأكثر من 25 جامعة ومراكز بحث علمي، ومنهم بعض الجامعات الخاصة اللي انضمت إلينا. المؤتمر السنة اللي فاتت أثمر أشياء كتيرة جدا، لكن خلينا أقول لحضراتكم أن في حاجتين كانوا أقوياء جدا حصلوا في مؤتمر السنة الماضية. أن احنا قدرنا ننشر الأبحاث المقبولة في المؤتمر في أكبر مجلة مصرية لها امباكت فاكتور أو لها معامل تأثير، مجلة الجار اللي معامل التأثير بتاعها أكتر من 5 كمعامل تأثير. وتاني حاجة أن احنا قدرنا نعمل الخطوط الإرشادية لعلاج البكتيريا الحلزونية اللي هي الـ H. pylori consensus، واللي فعلا اتعملت في المؤتمر السنة اللي فاتت واتنشرت السنة دي في مجلة الأرب جورنال اوف جاسترونترولوجي. ده طبعا بعض الإنجازات اللي اتعملت السنة اللي فاتت. السنة دي زي ما قلت لحضراتكم التجمع بقى أكبر وأكبر، عندنا أكتر من 3000 واحد عملوا تسجيل في هذا المؤتمر، عندنا أكتر من 500 أستاذ ومشارك عربي ومصري وأجنبي في النشاطات بتاعة المؤتمر من ناحية إلقاء المحاضرات والمناقشات، وعندنا 16 دولة ممثلة ببعض الأطباء منها في هذا المؤتمر. المؤتمر فيه أوجه كتيرة جدا، من ضمنها البوست جراديوت كورس، من ضمنها البلينري سيشنز، من ضمنها الانتر اكتف سيشنز اللي بتتعمل بارل سيشنز، سيشن للانفكشوس ديزيز وسيشن للهيباتيك ديزيزز وسيشن للجاسترو انترولوجي، ومن ضمنها الحاجات اللي احنا بنعتز بيها جدا اللي هي المورنينج سيشن اللي هي بتتعمل من 8:30 ل 10، واللي بتبقى عبارة عن سبيشال انترست جروب بيعرضوا فيها بعض الحالات، بيعرضوا فيها بعض الجايد لاينز اللي يمشوا عليها. ده بالإضافة طبعا إلى وجود مركز التدريب، والحقيقة مركز التدريب السنة دي كل الناس أشادت بيه وبالدور اللي لعبوا مركز التدريب سواء في الموجات الصوتية أو في المناظير أو في الحاجات الخاصة بتقدير تليف الكبد. الحقيقة احنا كمان المؤتمر بتاعنا ملتزم جدا بالمواعيد بتاعته، ويمكن تقريبا هو اكتر المؤتمرات الملتزمة بان نبتدي في ميعاد ونخلص في نفس الميعاد اللي احنا عاملينه. وفي نفس الوقت احنا بنفخر ان احنا معانا اكتر من 11 استاذ اجنبي مشاركين معانا في هذا المؤتمر من بلاد متعددة. شكرا لحضراتكم.